يفتح اليوم الجمعة باب الترشيح لانتخابات نادي الاتحاد السكندري، ويستمر باب الترشيح لمدة أسبوع على أن تعقد الجمعية العمومية في 25 من شهر فبراير القادم لاختيار مجلس جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات قادمة. ويخوض محمد مصلحي رئيس النادي الحالي انتخابات نادي الاتحاد السكندري بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصلحي كل من أحمد عبد المجيد نائبا إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد. ومن ضمن بنود الجمعية العمومية اعتماد الميزانية المالية ومناقشة الاقتراحات الخاصة بإنشاء فروع أخرى للنادي. ويحيط الغموض بأسماء المرشحين حتى الآن، وإن كانت التوقعات تشير إلى ترشيح معظم أعضاء المجلس الحالي بالإضافة إلى أسامة البدرشيني نجل محمد البدرشيني البرلماني السابق. ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس حاليا برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 2، وسجل لاعبوه 14 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.